كل الناس مهتمة بسوق السيارات، مش سوق بالهمزة، سوق السيارات. والحقيقة إن سوق السيارات فيه العجب، عربيات أقل من 1600 سي سي بقينا بنشوفها بمليون جنيه وفوق المليون جنيه. سوق فيه أرقام غريبة جدا، تستغرب إنه أعلى معدل بيع سيارات، المعدل في سيارة صيني بيجي بقى بعدها المرسيدس. يعني تحس ان في حاجه غلط في السوق، ان المرسيدس تبقى تاني اعلى سياره تباع في السوق المصري، رغم طبعا الوضع الاقتصادي اللي احنا فيه. الى جانب، على الجانب الاخر، عندنا مبادره المصريين في الخارج، مبادره السيارات المصريين في الخارج، اللي الحقيقه تحسنت ارقامها، لكن الحقيقه مش بالتحسن العظيم اللي احنا كنا متخيلين. اسمحوا لي ان ارحب بيه ضيوفي، هنتكلم على الامرين، المبادره، ونتكلم على سوق السيارات سواء التصنيع او المبيعات. اسمحوا لي ان ارحب بضيوفي، الاستاذ احمد ابو بكر، مدير عام جمارك سيارات القاهره، مهندس خالد سعد، امين عام رابطه مصنعي السيارات، والأستاذ أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات. الأرقام بقى هنسمعها من الأستاذ أبو بكر عن آخر أرقام المبادرة، مبادرة استيراد المصريين للخارج للسيارات، اللي كان دخل عليها عدد من التعديلات. مبادرة خلاص 14 مايو تنتهي، فهنسمع آخر الأرقام طازة من أستاذ أحمد أبو بكر. تفضل يا أستاذ أحمد. أهلا بحضرتك يا فندم. الارقام اللي حد يعني بيان اخر حاجه النهارده، عدد المسجلين اللي هم سجلوا على المنصه 150604. اوامر الدفع اللي صدرت اليوم بقيمه 762 مليون و864 الف 278 مليون دولار، ما يقرب من 3 ربع مليار دولار، حوالي 762 مليون دولار. مليون دولار، تمام. اجمالي التحويلات اللي تمت لعدد 46412، اللي تم بالفعل، اللي تحول بالفعل 253 مليون. تمام، ده اللي تحول بالفعل. السيارات اللي تم الافراج عنها لحد النهارده 1143 سياره. عدد الموافقات اللي تمت، الموافقات الاستيراديه 24570، يعني من اخر بيانات لحد النهارده 24000 عربيه سياره جالها موافقه استيراديه. لكن كم سياره تم الافراج عنها؟ قلنا 1143 تم الافراج عنها بالفعل. وال 24000 دول جاري بقى الافراج عنهم، بما انها جالها موافقه استيراديه بالظبط، فبيبقى جاري الافراج عنها. طيب وقت ما يدخل بقى يعني المواطنين المصريين في الخارج، وقت ما يدخل بعد سنه بعد سنتين بيدخل بيها عادي. فهو مش لازم. ايه اللي بينتهي يوم 14؟ اللي بينتهي التسجيل يوم 14، طالما ما تحولش الوديعه يبقى خلاص. يعني ما فيش تسجيل يوم 14، يعني خلاص. يوم 13 بليل الساعه 12 لحد 13 بليل الساعه 12، التسجيل والتحويل ولا التسجيل فقط؟ التحويل اهم حاجه، التسجيل التحويل اهم. يعني اذا قدامك فرصه لحد يعني يوم 13 منتصف الليل بتوقيت القاهره، انك تكون سجلت وحولت، تمام. لكن لو سجل وما حولش، لا، ما ينفعش. العبره بتحويل قيمه الوديعه. طيب، العبره بالتحويل مش بالتسجيل. تمام. انا دلوقتي جالي 253 مليون، حضرتك بتقول لي ان قيمه كل اللي سجلوا 762 مليون دولار، لكن اللي وصلوا فعلا 253 مليون. ممكن الباقي ده يجي بقى على بالظبط فترات، لانه قدامنا 5 سنين، لانه قدامنا 5 سنين بالظبط. فالحال، فنقدر نقول انه حجم هذه المبادره او اللي هيوصلنا في هذه المبادره خلال 5 سنين حتى هذه اللحظه 762 مليون، اكيد هيزيدوا عن كده مليون دولار. مليون دولار، لكن اللي جالنا حتى هذه اللحظه، واللي يعني برضو ممكن يزيد شويه، 253 دولار، يعني مليون مليون دولار. ده اللي جالنا 200، ده اللي وصل بالفعل. هل الارقام دي زادت شويه او الاقبال زاد شويه بعد التعديلات اللي اتعملت على المبادره، حكايه ال 70% خصم، الخمس سنين فسحه ان الناس تيجي تستورد العربيه وكده؟ طبعا الاقبال زاد، وخاصه بعد التعديلات التانيه، لان المصريين كان بيطالبوا
المقيمين في الخارج، كان بيطالبوا ان احنا ليه ما نتساواش بالدول الاتحاد الاوروبي، ان دول الاتحاد الاوروبي معفيه من ضريبه الوارد تماما وباقي الضرائب بتدفعها. فعشان نقربها منها شويه اتخصم من الضريبه الجمركيه 70%، يعني بدا يدفع 30% من الضريبه الجمركيه، وهنبقى ندي مثال برضو عليها. طيب هل شايف ان مد شهرين كان قليل برضو شوية، لأنه حصلت هذه التعديلات ودي تعديلات مهمة، تعديلات كان بيطالب بيها كتير من المصريين، فيمكن المد ده كان يمكن لو كان أكتر كان إدى فرصة أفضل للناس؟ والله من وجهة نظري الشخصية لو اتمد كان عايز المد ما يبقاش شهرين، يبقى على الأقل 4 شهور تاني. كان هيدي فرصة وكان هيبقى في إقبال كبير كبير، يعني لأن احنا في ضغط على المنصة يعني غير عادي بسبب التخفيض اللي حصل والتعديلات اللي تمت. في ناس بتشتكي من مشكلات على المنصة، ان هو مثلا لو غير مش عارفة بطاقته، لو غير كده المنصة ما بترجعلوش تاني، هل انتوا حليتوا مشاكل المنصة؟ كتير كتير ناس بتتصل، احيانا واحد بيدخل رقم في البطاقة غلط بتقف فبنحصلها، احيانا بيبقى في مشكلة في التحويل برضو بتتعدل، احنا حاطين رقم شكاوي وبيتصل، وكمان بيتصلوا بينا شخصيا. يعني احنا طلعنا، يعني طلعت مع في ضمن وفد مرافق لوزيره الهجره، رحنا السعوديه، رحنا مدينه جده ومدينه الرياض، شفنا مشاكل المصريين هناك. كل المشاكل اللي قالوها هناك هي اللي حصل بيها التعديل. تمام؟ متاخر شويه. متاخر شويه. يعني متأخر. التعديل الاول كان، يعني عارفه لو اتعمل التعديلين مع بعض كان بقى افضل، يعني وخاصه التخفيض. التخفيض كان مهم جدا. التخفيض كان مهم جدا. احنا شرط الثلاث شهور، احنا قعدنا لمده شهرين بنطالب، ارجوكم يا جماعه شيلوا الثلاث شهور لانه مش منطقي فعلا. دي احنا بنخوف الناس ان هو تحول اول باول. اعتقد ان السنه دي يمكن تحولات العاملين في الخارج هتبقى قليله بسبب الجزئيه دي. طبعا الكلام ده قلنا طبعا لازم تنخفض، يعني خوفنا الناس، خوفنا الناس بدل ما كان هو اول ما يقبض يجري يحول الفلوس ان دي ميزه، احنا خوفنا ان هو لو احتفظ بيها هناك تكون افضل. فاحنا مشغلين بنظام التجربه، نجرب الثلاث شهور، واحنا يمكن طلعنا قلنا المبادره لو طلعت بشكلها الاول كانت حققت نتائج كبيره جدا جدا. طلبنا شرط الثلاث شهور، طلبنا شرط بلد الاقامه، ما كانش موجود في بدايه المبادره. لو الشرط ده مش موجود ما كناش عملنا مليار الا ربع، احنا كنا عملنا 7 مليار اللي كانوا متوقعين من المبادره في الاول. الارقام ديت في 14 مليون مغترب بره، انا بعتبرها ان هي ارقام ضعيفه. هل يكون النهارده 1000 مش عاملين 1200 عربيه، بلد فيها 110 مليون وفيها 14 مليون مغترب عاملين 1100 عربيه؟ لا ده رقم قليل جدا. اللي سجل بالظبط 150,000. احنا بنتكلم يعني على ارض الواقع يا احمد بيه. هو الواحد يعني مش كل الناس اللي سجلت نزلت العربيه بعد حتى الشهرين اللي مدوهم على ارض الواقع، ينزل عربيته معاه بعد سنه، بعد سنه شهرين ونص، بعد الشهرين اللي مدوهم دول على ارض الواقع انا ما مديتش. عارف ليه؟ لسبب بسيط جدا، لان انا اهدرت شهرين اكتر من شهرين في التعديل، فانا اعتبر كده ما مدتش. كان المفروض اقل حاجه من 4 لـ6 شهور المبادره دي، لان لو تلاحظ الارقام زادت عندكم من امتى؟ من 10 ايام. لا هو الارقام زادت بصوره الأرقام قويه زادت من امتى؟ احنا بدا التعديل قبل الشهرين دول، يعني أيوة بدا التعديل قبل ما تنتهي الاربع شهور. بدا التعديل اعلن والمذكره اللي مش عارفه ايه، والمعاناه اللي موجوده في المنصه كمان الناس، يعني موضوع المنصه ده موضوع مهم جدا جدا، كان لازم في مشكلات كبيره مهم في المنصه لغايه اللحظه دي. يعني اقول لك على حاجه، الضغط، شوف الضغط على الاسبوع اللي احنا فيه ده على المنصه هيبقى ضغط مميت جدا جدا جدا. طب هل في استاذ احمد، هل في اي فرصه انه هذا يعني وزير الماليه كل شويه يطلع بيان ويقول لي يا جماعه خلاص يا جماعه خلاص، لكن في ضغط على المنصه، هل ممكن مد شهرين كمان مثلا، ولا ده قانون ولا ايه؟ لازم يخش مجلس الوزراء. هو للاسف المده متحدده في القانون مش في اللائحه، وتعديل القانون لازم عن طريق مجلس النواب تاني. لكن لو في اللائحه ممكن مجلس الوزراء او الوزير يعدل اللائحه. العربيات دي هل هتاثر على السوق؟ هي ما فيش عربيات اصلا، هو ال 1200 عربيه اللي وصلوا ما يأثروش، لان اصلا سوق السيارات بتاعنا بيتحمل لغايه 300,000 سياره في السنه. فاحنا النهارده لو جت 1100 عربيه او 1200 عربيه دي ما تمثلش حاجه. جت في البدايه 1200 عربيه، لكن اللي سجل على المنصه ده كل العربيات دي هتيجي. احنا بنتكلم يعني 150,000 على مدار 5 سنين. خمس سنين لا، واحنا كده حققنا اللي مطلوب من المبادره. كل واحد وهو نازل هيجيب العربيه. ايوه يا فندم، على مدار 5 سنين يبقى حققنا المطلوب. لما يكون المؤشر 1200 عربيه، احنا بنتكلم في 14 مليون مغترب، بنتكلم ب 1200 عربيه.
في بلد فيها 110 مليون نسمه. واحنا خلينا بس ان احنا ما نبقاش هجوميين، احنا قد ما نقدر ان احنا عايزين نحاول نوصل لحلول التسجيل تساعد. ما زال مفتوح. احنا وصلنا لحد النهارده مثلا 150,000. هو كان المقصد لسه باقي 6 ايام والله. الحل احنا عايزين انعقاد جلسه طريقه في مجلس النواب ويمدوا لنا القانون دوت 4 شهور، هتلاقي الدنيا اختلفت. والله نأمل لو عايز لو عايز حل. طيب. لو عايز حل انا بقول لك حل. ايه يعني 1200 عربيه؟ طب متوقعين لو فضلنا بالشهرين وبالوقت هو حضرتك لو بس احنا لو 150 ده احنا لو حسبنا ال 150,000 ده، انا اتوقع ان ممكن على الخمس سنين لو وصلنا لتحقيق 100,000 سياره خلال الخمس سنين هيبقى انجاز. ده اتوقع ان احنا بالشكل ده هو المغترب مدته ان هو يحول النهارده. بنتكلم في 100,000 عربيه على خمس سنين. يعني حضرتك احنا بنتكلم في ارقام، لان النهارده المغترب زي ما احنا قلنا ادالنا فرصه ان هو يطول مده تحويل الفلوس سداد القيمه وتحويل السياره. فالنهارده عشان هو بيقول لك انا مش قاعد في مصر، وبعدين مده حضرتك برضك خلي بال حضرتك هو المغترب على خمس سنين. ليه بقى؟ لان في تاريخ الافراج عن العربيه وقت ما تدخل من تاريخ الافراج ما يكونش مر عليها اكتر من 3 سنين من سنه الصنع. حلو، بس خلي بالك هقول لحضرتك حاجه. بمعنى ان موديل 20 لازم يدخل على نهايه السنه دي. انا هحط نفسي مكان المغترب يا احمد. يعني 3 سنين موديل 20 لازم يدخل. احنا كناس متخصصه في هذا القطاع النهارده كمان حضرتك المغترب ده اللي عايش بره ده بيستخدم عربيته. النهارده لما تقول له هتنزل عربيه خلال 5 سنين او 3 سنين، هو لو نزل العربيه النهارده او نزلها بكره او نزلها بعد سنه ومحتاج يشتري عربيه ثانيه هناك عشان يستخدمها وهيركن العربيه هنا، هو بيفكر بفكر ان انا النهارده لو نزلت العربيه انا دخلت وحجزت واستنيت لما اشوف اخد الميزه. لكن النهارده انت النهارده لما حددت له مده وزودت له المده فتحت له الباب انه يخلي العربيه. اظن ان في مشكله تانية هي مشكله الدولار. بالدولار وبرضه لازم نتكلم فيها. مشكله الدولار بمعنى ان هو احنا بنقول له دلوقتي انت هتحط رقم اكس بالدولار في كوديعه حساب البنك في البنك 5 سنين وانا هديهولك بسعر السوق وقتها. انه سوق؟ لانه دلوقتي احنا عندنا سعرين وده ان شاء الله ما يكملش معانا كتير، بس هو برضو المغترب بيقول لك لا. طب انا بسعر الصرف من البنك ده مش هيكمل. أيوة ده اللي انا بقوله، هو ده مش هيكمل معانا كتير. كويس، دي واحده. رقم اتنين، حتى السعر اللي موجود دلوقتي وموجود في سعر السوق السوداء بناء على الفارق السعر اللي هو يعمله في العربيه دي، اتوقع ان هو يعمل المعادله ديت ويعمل الفارق. يعني احنا لو قلنا في السوق دلوقتي في سعر البنك واللي بيتباع في السوق السوداء في فارق، بس مقابل المكسب اللي هيعمله والتخفيض الموجود اعتقد ان هو هيبقى حاجه جميله جدا. لكن المبادره دي انا في تصوري يعني بحلم حلم، بقول ان النهارده لو حصل اللي انا هقوله لك عليه ده اعتقد المبادره ديت هتعمل ال 7 مليار اللي احنا كنا متوقعينها. اللي انا اقول لك عليه، واحد، انعقاد جلسه طارئه في مجلس النواب لان دوت تشريع محتاج تشريع التعديل، جلسه طارئه مدلنا المبادره دي 4 شهور. 2، الغاء شرط بلد الاقامه زي ما كانت موجوده في الاول. يعني انا النهارده ابنائنا العاملين في الخارج اللي قاعد في المانيا زي اللي قاعد في السعوديه عليها تعديل تاني. طب ما احنا عدلنا خلاص. لو يدفع 30% بقول لحضرتك انا بحلم احنا عملنا فيها غرزه هنا وغرزه هنا 70% من الضريبه الجمركيه. يعني يخفف ايه تاني بقى؟ انا بقول لك اهو انا بحلم. انا عندي حاجه، انهي بالنسبه لي افيد لي او اكسب لي او انا شايفه من رؤيتي انا محتاجه؟ محتاج دولار فعلا؟ محتاج دولار فعلا في الوقت الحالي؟ انا محتاج. فانا بدي لك الحاجات اللي ممكن تعمل دولار صح بصوره المبادره. احنا كنا بنقول المبادره دي هتعمل من 5 ل 7 مليار، فانا بقول لك الحاجات اللي تخلي المبادره تعمل من 5 ل 7 مليار. فانت النهارده الناس دلوقتي تنبهت ويوم 14 خلاص فاضل اسبوع الناس انا يعني عندي المعلومه ان بقى لها 10 15 يوم المبادره شغاله كويس جدا جدا. لو استمرت بالصوره ديت اعتقد انها هتعمل رقم كويس قوي. رقم 3، تعديل كل المعوقات اللي على المنصه. انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، ان لا يقل من 20 ل 30% من المبادره دي بتهدر في المنصه. الناس مش عارفه تتعامل معاها، في اسئله الناس مش عارفه تجاوب عليها، في ناس مش عارفه تكمل، وحضرتك عارف الكلام ده. يبقى ده التعديل الثالث. واسمح طالما احنا هدفنا دولار، اسمح ان المغترب ده ينزل عربيه كل سنه. عندي عربيه انا شغال بيها هناك، نزلت انا عربيه، وخصوصا انك انت عامل حاجه جميله جدا، انت عاملها بدون حظر، جابها وباعها هنا، هو كسب. دخل الدولة عربية يعني عمل سوق عمل عمليين خلينا عمليين. ده مش هيحصل أكمل. يا استاذ أسامة ده مش هيحصل. أكمل بس أكمل بس عشان عندنا كلام تاني. بس ده مش هيحصل. ده مش هيحصل. كل ده مش هيحصل. قد يضر. نتمنى حضرتك لأن في صناعة كمان احنا مش عايزين. بايه ان انا لما انا هقول لحضرتك وبضر بالحصيلة. هرد على حضرتك. الهدف من المبادرة برضه إفادة المواطن وإفادة الدولة. طبعا لما أنا أخفض أديها له بسعر الأوروبي أسويه كل واحد،
في عربيات في اوروبا 2000 دولار بس هقول لك على و2500 حاجه دولار كميه الحصيله احنا مصر يبقى يعني كده مصر النهارده انخفضت المبيعات يعني. انخفضت 74% نسبه 74% وده رقم مخيف. انت النهارده مهما جبت من عربيات النهارده مش هتقضي اللي موجود في السوق. العربيه من 250 الف جنيه النهارده ب 860 الف جنيه. في عندنا كمان مشكله ان احنا النهارده في عندنا مشكله حقيقيه ان احنا الدوله الوحيده على مستوى العالم اللي ما ينفعش تدخل فيها عربيه مستعمله ولا عربيه هايبرد ولا عربيه كهرباء ولا عربيه ايكو بوست. احنا الدوله الوحيده على مستوى العالم اللي ما ينفعش تدخل عربيه 22 زيرو، ودي نقطه في منتهى الخطوره. طيب خلينا بس نرجع استاذ اسامه، عشان بس ندي فرصه للاخرين. احنا دلوقتي بنتكلم على انه نتمنى مد هذه المبادرة شهرين أربعة شهور كمان، خاصة أن دي وقت عودة المدرسين، وده وقت اللي الناس بتاخد فيها خطير. أحيانا مكافأة نهاية الخدمة في شهر ستة في شهر سبعة، ده بيبقى برضو أوقات مهمة. أو خلينا نبقى عمليين أكتر، نتمنى فقط اللي هو مد المولى، لكن أو حاجة تانية، لكن التعديلات دي أو حاجة تانية خلينا نبقى عمليين إحنا عندنا أخطاء موجوده سواء في خلال وما عملنا تعديل وعملنا مد وتعديل ومد وتعديل ومد. طب ليه احنا ما نتعلمش من اللي حصل خلال الفتره اللي فاتت؟ يا سيدي لو المبادره هتخلص بعد 10 ايام او بعد 5 ايام، نتعلم من المبادره اللي حصلت دي ونعمل مبادره ثانيه بعد شهرين بعد 3 شهور بعد 6 شهور، بس نكون قعدنا وقعدنا وعملنا بقى يعني حصلنا انا اظن بس حصلنا ان هو يعني المشاكل ونقدر طيب نطلع بيها. هذه المبادره بنقول 1200 عربيه 3000 عربيه مش هيعملوا حاجه في السوق، مش هياثروا على السوق، واحنا عندنا انخفاض في المبيعات تاريخي 75% 75% تاريخي ما حصلش من ربع قرن. طبعا دي ليه عوامل يعني احنا واضح حضرتك يعني ليه عده عوامل كتير جدا طبعا عوامل طبعا احنا عندنا مشكله الاعتمادات ومشكله ان مفيش وفره عمله، مفيش دلوقتي مشكله ان العربيات دي مش من السلع الاستراتيجيه، دي من السلع الترفيهيه، الاسعار زادت بشكل مختلف، العمله زادت بشكل مختلف، طبعا كل دي عوامل في جميع انحاء العالم حتى صار سيارات برضه بره عشان كمان انت عندك مشكله الطاقه في مستوى اوروبا، مفيش طاقه في اوروبا عشان المصانع تشتغل بكامل قوتها، فاحنا عندنا مشاكل كتير جدا على مستوى العالم مش مصر فقط، لكن احنا لازم نبحث المشكله وحلها، المشكلة طيب موجودة. بالنسبة للتصنيع خلينا نتكلم عن التصنيع، أولا قطع الغيار التصنيع الوضع عندكم إيه؟ صعب جدا طبعا، يعني خلي حضرتك في بعض بالموافقات بتطلع لنا بس بتطلع بأرقام هزيلة، يعني ما يطلع الموافقات باستيراد المكونات، احنا ما بنتكلمش على قطع غيار، بنتكلم على مكونات إنتاج، مكونات الإنتاج، البنوك بتفتح بس بقيم هزيلة، يعني ما ينفعش النهاردة نستورد العربيات أو عدد العربيات اللي كان بيتم استيرادها خلال السنوات اللي فاتت، احنا النهاردة بنمثل حوالي 40 ل 45% من سوق العربيات في مصر. كصناعه فالنهارده الصناعه قلت بشكل مستفز، لان طبعا ما فيش استيراد مكونات، وبالتالي في بعض المصانع اللي اعلنت او هتعلن ان طبعا هيحصل وقف للتصنيع، فهيضطر ان هو يوقف التشغيل وخطوط الانتاج، وهتبتدي هتحصل ازمه على الازمات اللي موجوده حاليا دلوقتي في سوق مصر. يعني اذا ما كانش عندنا استيراد احنا كمان الصناعه بدات تقل. احنا الحمد لله دلوقتي عندنا لجنه عليا برئاسه رئيس الوزراء لمتابعة مشاكل الصناعة لكن فكرة بقى توطين الصناعة في مصر لا يمكن أن تستقيم أو تحدث في ظل هذه الظروف. طبعا احنا النهارده عشان ان انت مش عارف تستورد المكونات، عندك فرق كبير في سعر العمله بس انت بتستورد باي سعر، بتستورد بالسعر الرسمي المفروض. سعر رسمي بس هو المشكله السعر الرسمي والبنك ما بيوفرلكيش، فهي دي المشكله. وما تقدرش انت تدبر من بره، ما تقدرش تدبر من بره، وعدم التعامل على العمله، انت ما تقدرش تخش على العمله، فانت لازم تعتمد على البنك. البنك بيديك اولويات، عنده اولويات طبعا السعر الاستراتيجي طبعا، فاحنا النهارده بنخش من ضمن ثالث او رابع. طيب في شركه يابانيه هتفتح مصنع كبير للسيارات في مصر يعني. طب بس على ما تقول انت عندك 18 مصنع سوية. انا عايز احافظ على 18 مصنع اللي موجودين، يعني هيبقى مصنع بقى 19 بقى 20. انا عايز احافظ على الكيانات ديت. طيب مهم جدا مهندس اسامه، يعني مستشار اسامه، 74% او 75% انخفاض في في المبيعات، هل سبق ان احنا شفنا هذا الرقم؟ لا لا، ده رقم غير مسبوق على مدار ربع قرن. احنا عندنا معارض بتقفل، عندنا موظفين فعلا بتواجه ازمه. هل ده نتيجه ضعف القوه الشرائيه ولا نتيجه ايه؟ ولا ارتفاع الاسعار سوا؟ خلينا الخصه لك في جزئيتين، في ازمه عالميه، في حرب ضروس مأثره على اقتصاد 165 دوله لدرجه مدينه زي لندن ما فيش لبن اطفال. في ظل المناخ ده احنا لازم نعرف المشكله اللي احنا فيها دي هي نظريه عرض وطلب، في عربيات كتيره المشكله تقل، في عربيات قليله المشكله تزيد، متفقين؟ احنا
كمتخصصين عارفين اللي هيحصل، فبناء عليه في 1/1/2023 تقدمت لمعالي وزير التجاره والصناعه قلت له في كارثه هتحصل، مفيش انتاج سيارات على مدار 2022 لموديلات 2023. ليه؟ احنا بنتكلم على المستورد مش بس انا بتكلم على المستورد، هنقل لك للمحل دلوقتي، بس خليني انهي لك حته المستورد دي. روسيا بتدي 60% من الغاز الطبيعي لمصانع الاتحاد الاوروبي في 26 دوله، متاثره، فكل المصانع دي متاثره. صحيح. بناء عليه موديلات 2023 مش متوفره، نعمل ايه؟ نسمح بدخول موديلات 2022 زيرو. لو هو وافق على الكلام ده كان النهارده العربيات دي موجوده بره، هتقلل من المشكله دي. واحد بالنسبه للجمارك، ايه مشكله دخول 2022؟ قرار يا فندم الربع قرن، القرار دخول العربيات المستعمله سواء 20 او 22. لسه ما قلتش المستعمله، لسه جالك المستعمله. من اختصاص وزاره التجاره وليس الجمارك، اختصاص التجاره والصناعه مش الماليه. التجاره والصناعه لا مش الماليه، احنا عندنا مشكله في اختصاص التجاره والصناعه. تقدمنا بالاول ليه؟ طبعا هي شايفه عده اسباب برضه. انا لازم هنا احافظ، من ضمن الاسباب لازم احافظ على الصناعه اللي عندي. انا لما ادخل عربيات مستعمله، طب المصانع اللي عندي هتعمل ايه؟ ما هو لسه كان لسه كان ما زلت بتكلم على الزيرو. انا بتكلم على الزيرو 22، ما بتدخلوش ليه؟ احنا مرفهين قوي للدرجه دي؟ لا يعني ما بيدخلوش الزيرو 22، معلش نفهم. انا اقول لك 1/1/23 نسمع بس عشان الناس ثانيه تتكلم. ده عندنا قانون. اسمع حضرتك استاذ، هذا يضر بالصناعه ولا ما يضرش؟ لا يضر بالصناعه طبعا بلا ادنى شك. احنا بس خلي حضرتك، بس خلي حضرتك ليه ما نقدرش ندخل زيرو؟ احنا ده قانون، القانون بيقول اللي بود سنه الصنع، يعني ده قرار بيقول ان العربيه تدخل موديل السنه، يعني سنه الصنع، يعني 1/1 لازم يخش سنه 23، 1/1/24 يبقى سنه 24، ما فيش 23 يخش. ده قانون القرار. لكن انا احنا بنطبقها، هرجع بس اللي قال. احنا النهارده عشان نستورد 22 او 21 او 23، احنا عندنا مشكله في استيراد العربيه بشكل كبير، ما عندناش عمله عشان نستورد. فانا مش بدور دلوقتي على فتح الاستيراد، احنا عايزين ندور على كيفيه حل المشكله. احنا النهارده في مشكله. التصنيع معدلات الانتاج انخفضت قد ايه؟ هي نفس الانخفاض، احنا انخفضنا اكتر من 60%. 60% انخفاض في انتاج السيارات اللي هو بتجمع، بالظبط، تجميع، صناعه تجميعيه. الصناعه التجميعيه في مصر في عندنا 60% انخفاض في خلال قد ايه؟ خلال 6 شهور اللي فاتت. 6 شهور اللي فاتت. طب ارجع تاني. فندم لما اكون انا عندي مفيش تصنيع محلي، عنده مشاكل، صح؟ عنده مشاكل. وفي نفس الوقت انا عندي قرار سابق بيمنع دخول العربات ل 22. لو انا هفترض ان القرار ده مش موجود، هفترض ان القرار ده مش موجود، قرار عدى عليه ربع قرن مش موجود، والقرار بيسمح ان احنا ندخل عربيات 22. انت عايز تعمل قرار استثنائي، استثنائي او استثناء في الوقت، لان الوقت يضر بالصناعه اكيد طبعا. نسمع طب احنا ليه ما نساعدش؟ احنا بدل ما ندور على ان احنا نجيب عربيه مستعمله او عربيه جديده موديل قديم، وان احنا نحول كل هذه الحصيله الى الصناعه. انا النهارده لو صنعت سياره او جمعت سياره عشان ابقى تحديدا كلامي مظبوط، هقدر اصدر العربيه دي للسوق المحلي واصدرها لاسواق المجوه. هجيب عمله بدل ما انا النهارده بدور على عمله عشان استورد عربيه 22 او 21. لا، ده انا هجيب عربيه اصنعها في مصر واصدرها لافريقيا او الشرق الاوسط، او اصدرها للسوق المحلي بتاعي اللي بناء عليها اغطي احتياجاتي، وبعد كده اطلع للاسواق الخارجيه. هو ده مش هيحصل لسببين. السبب الاولاني احنا بنتكلم على اعتبار ما سيكون. يعني من ضمن القرارات اللي اتخذت ان منع السيارات الكهرباء اللي هي مستعمله 3 سنين والايكو بوست والهايبرد انها تخش، على الرغم من دي توصيات فخامه الرئيس ان احنا ننشر ثقافه السيارات الكهربائيه هنا بالفعل، ماشي كده؟ كان مزمع اللي يتعمل المصانع دي وقف المصنع بتاع دونج فينج، وخدوا احد الوكلاء وقفت. بما انها وقفت اسمح بدخول السيارات ديت لغايه ما تعمل مصنع سيارات كهرباء حتى عشان تنشر الثقافه. اكمل لك بس حته قالها عشان نسمع بعض بس. وبقول نصدر، بقول نصدر. حضرتك سعرك النهارده في التصدير عمره ما هيكون منافس. ليه؟ ليه؟ انت بتدخلي مكونات الانتاج وبتدخلي قطع الغيار فيها جمارك من 5 ل 7%، مظبوط؟ ايوه مظبوط. في حين انك بتجيب العربيه بتاعت الخواجه بالكامل زيرو جمارك، يبقى سعر السياره المصريه يبقى منافس ازاي بره؟ يا جماعه خلينا نكون واقعيين. طب نسمع بعض استاذ. طبعا الكلام الاستاذ مظبوط، ان انت النهارده في القانون بيقول ان الجمرك بيمثل حوالي من 4 ل 6% على سيارات الملاكي، ومن 6 ل 8% على سيارات النقل. ده كلام مظبوط، وان زيرو جمارك على السيارات الاوروبيه فقط مش على السيارات اللي هي الاوروبيه. انا مش بقول السيارات التركيه برضه نفس الكلام. السيارات التركيه السيارات الاوروبيه مش هي المنافس الوحيد للصناعه المحليه. النهارده في عربيه بتيجي من الصين، بتيجي من اليابان، بتيجي من امريكا، بتيجي من دول كتير جدا هي ليها منافسه. هو طبعا الكلام مظبوط، بس خلي بال حضرتك احنا النهارده لو ضغطنا على اسعار تصنيع واسعار الاستيراد المكونات المحليه وقدرنا نصنع، احنا النهارده بنصنع حوالي او بنجمع حوالي 40% من نسبه مكون محلي، بتوصل ل 45% في الملاكي، بتوصل ل 60% في النقل. احنا لو قدرنا نعلى، وده الاستراتيجيه الجديده، ان احنا نعلى من 45 ل 60% في الملاكي،
احنا نقدر نضغط اسعارنا ونقدر لان حجم الانتاج كل ما زاد كل ما قلت القيمه. احنا خد بال حضرتك بالنسبه للقرار الاستثنائي بيقول ان احنا ندخل 2022 طب ما هي المبادره دي قرار استثنائي برضه وافضل من دي متاحه لكل الناس. تمام دي نقطه. النقطه الثانيه بالنسبه للتصنيع انا عندي هنا القطع الغيار اللي انا بستوردها ومستلزمات الانتاج ضريبتها مش زي الضريبه الجمركيه طبعا ضريبتها بتتراوح يعني في حاجات 5% في حاجات 10% احنا بنقولها بعد 6% اجمالي حضرتك فوق كده التصنيع صناعات التجميع بتاخد خصم على نسبه التجميع مظبوط يعني كل ما بتزيد نسبه التجميع 40% ما دي استراتيجيه جديده كل ما بتزيد نسبه الخصم عليها هرجع وبالتالي احنا نقدر ننافس طبعا يعني طبعا هرجع تاني نقدر ننافس لو الظروف مواتيه بس هرجع تاني للسوق الاسعار بقى كلمني عن اسعار السوق ماذا يحدث في اسعار السوق؟ احنا عندنا انخفاض في القوه الشرائيه وبالتالي غالبا السيارات المتوسطه اللي قفزت قفزات غريبه هي دي السيارات اللي ودي 70% من السوق خلي بالك 70% من السوق اللي هي ما بين كام وكام سي سي كان ساعتها لا مش بالسي سي هي كانت بالسعر بالقيمه كان من 200 ل 400 الف جنيه دي كانت 70% من السوق المصري دي القوه الشرائيه دلوقتي طلعت من 600 ل 800 مليون يعني زي مثلا عربيات قولوا لي نماذج مثلا عندنا عربيات كتير عندنا عربيات الفيات فيات تيبو مثلا كانت ب 250 الف اول فئه النهارده ب 860 الف جنيه بس انا عايز اوضح لك حاجه ان هي مش العربيات الصغيره بس اللي زادت للضعف لا العربيات الكبيره كمان العربيات الكبيره زادت بس ليه في اقبال كبير على العربيات الفاخره اكتر من العربيات اللي العميل بتاعها ما بيتغيرش حضرتك العميل بتاع العربيه الاليت دي ما بيتغيرش هو شوية. عميل معروف 10% يونيك في السوق 10% هو ده ما بيتغيرش العربيه السبورتاج مثلا في فئات منها وصلت لمليون و900 العربيه الكودياك 2 مليون و200 و2 مليون و400 ارقام بعيده عن تصور المستهلك المستهلك مش هيقدر يدفع الارقام ديت وبعيده عن تناول التاجر التاجر مثلا اللي كان شغال ب 10 مليون جنيه بيجيب بيهم 20 عربيه يشتغل بيهم على مدار السنه النهارده ال 10 مليون جنيه دول مش هيجيب له خمس عربيات ومش هيغطي مصاريفه لازم نتنبه لده عشان بنقول ما هي الاسعار بنقول احنا في وضع استثنائي الاسعار زادت عالميا برضه او مال لما زادت الاسعار عالميا عشان كده احنا بنقول ايه بقى الاسعار زادت عالميا وسعر العمله والجنيه والجنيه احنا في ظرف استثنائي في عربيات احنا في ظرف استثنائي اجمالي الضرايب والرسوم بتاعتها العربيات اللي فوق ال 2000 سي سي اجمالي الضرايب والرسوم بتاعتها 278% بالظبط ما هي دي برضه وبالتالي العربيه اللي ثمنها مثلا مليون الضرايب والجمركيه 3 مليون اتنين كده دايما يقول لك ايه ده كتير برضه ده برضه ارقام يعني ده ارقام برضه صعبه جدا بالنسبه للاتحاد الاوروبي ال 278% دي بتبقى 61% بس لانها معفيه ضريبه جمركيه والضريبه الجمركيه في الحاله دي 135% وبتاثر على باقي الضرايب بتتحول من 278% ل 61% 67% مركبه يعني. ولكن للاسف لما احنا بنستوردها من بره والمواطن ما بيستفادش بالفرق ده ليه؟ بتتباع بسعرها عالي ايوه ازاي تبقى زي ما ايه بقى الاستاذ اسامه نسال بقى نتباع بسعرها ازاي يعني ثواني ازاي بقى تتباع بسعرها ازاي يا استاذ ايه يا فندم اديني مثال كده العربيات المرسيدس والبي ام واللي هي عربيات الاتحاد الاوروبي كلها مرسيدس وبي ام ورينو وبيو سعرها كم بره كل ده سعر المرسيدس بياخد خصم يعني العربيه اللي اخذت 600 سي سي حضرتك تديني مثال حضرتك مثال عليها 19% بس اتحاد اوروبي اول حاجه مش 19 برضه هي برضه مش 19 هي 23% مركبه زي حضرتك بتقول 61% مش 61 لا حضرتك 67% لا ما انا اقول لك انت بتضربها ازاي يا باشا انت بتضرب والحصيله تقوم ضاربها والحصيله صح 19% مركبه يا باشا من كام؟ من 66% بتنزل 19% خلينا نعترف بحاجه لان انت اللي بتدفعهم ضريبه القيمه المضافه ورسم التنميه وضريبه الجدول دول كام يا باشا؟ قيمه مضافه 14 رسم تنميه 3% ورسم جدول وضريبه الجدول 1% دول ما يجوش اصلا 19 بتضربهم بقى بس هي عشان مركبه هم حتى لو 18 بيزيدوا على بعض بالظبط خلينا بقى ايه نتكلم كلام مظبوط حضرتك دلوقتي ايه انا بقول لك اديني مثال ما اديتنيش مثال انا بقول لك النهارده مش الاسعار زي يعني العربيه النهارده المرسيدس مثلا النهارده موجوده الاي 200 بره بكام وهنا في مصر بكام مش دفاعا عن اي حد هنا ولا انا ما بتكلمش عن الوكاله الوكاله تدافع عن نفسها بس دفاعا عن السوق المصري الزياده زادت كام العربيه التوسان مثلا التوسان في الكويت كان ب 6000 دينار النهارده ب 12000 دينار
تعرف كده؟ هو بص مشكلة هنا، مشكلة تعرف كده؟ الاوفر برايز اللي بيحط فيه. مش حاجة اسمها اوفر برايز. يعني نوضح بس، نوضح نوضح. مش حاجة اسمها اوفر برايز. استنى يا استاذ. مشكلة بس حضرتك، هو الاسامة بيه بيتكلم بيه صح والاحمد بيه بيتكلم بيه صح. هي المشكلة في ايه؟ ان العملة قيمتها نفسها زادت. يعني انت النهاردة حضرتك الدينار، لو كلام اسامة بيه بيتكلم على 6000 دينار، كان ساعتها الدينار بيتكلم في 50 جنيه، النهاردة الدينار بنتكلم في 120 جنيه. فهذا اللي ادى الى زيادة سعر السيارة مقابل السيارة الموجودة بره. فحضرتك بتقول ان العربية بتيجي من بره بنخفض قيمة الجمرك المدفوع عليها، لان ما فيش جمرك عليها بس الضريبة موجودة. بس حضرتك لما بتحسب سعر الشراء العربية من بره زادت قيمتها اصلا، الشحن، الشحن زاد. ان مشكلتنا ان العملة هي اللي سايقانا، العملة. أيوة هي اللي حضرتك انت بتستورد بالعملة، بتستورد بالعملة، بتجمرك بالعملة، بتستخدم بالعملة. انا لازم اخرج فاصل، بعد الفاصل هنتكلم على الحلول. خلاص احنا عارفين ان في مشكلة انخفاض سعر الصرف، صعوبة تدبير العملة عشان نقدر اللي بيتم تجميعه في مصر بقى انخفض 60%، القوة الشرائية انخفضت وبالتالي مع ارتفاع الاسعار ايضا، وبالتالي في 75% انخفاض في شراء السيارات. المبادرة حققت بعض الأرقام لكن الحقيقة أرقام ضعيفة، كنا نتمنى أن يكون هناك أرقام أكبر من كده، ونتمنى أن المبادرة تمتد مثلا شهرين أو أربعة أشهر كمان، لأنه الأرقام هي الأرقام معقولة لحد ما بدأت تتحسن. يعني مش ضعيف، لا احنا كنا متفوقين يعني مليارات. فلما يكون العائد لحد دلوقتي 762 مليون هيتسددوا على خمس سنين. اللي اثر على المبادره بشكل مباشر الازمه اللي فيها العالم كله طبعا، وانه كمان المغترب المصري ما بيبقاش عنده فلوس ان هو يبقى معاه عربيه وينزل عربيه تانية، ما لازم نراعي ظروفه. والمغترب المصري ايضا ينظر لتفاوت اسعار الدولار ما بين البنك وبين السوق السوداء. فكل دي أمور يعني يمكن لو كانت طرحت هذه المبادرة في وقت سابق كانت ستؤدي لنتائج أفضل كتير من الوضع الاقتصادي. خمس أضعاف. ده كان وقت مختلف، مع القلق من موضوع سعر الدولار، مع الأوضاع الاقتصادية الحالة على الناس كلها مغتربين وكده، ده موضوع صعب جدا. نخرج فاصل ونرجع. مرة أخرى سوق السيارات في مصر عندنا أزمة، انخفاض في الإنتاج من المصانع 60%، انخفاض في الستة أشهر الماضية، انخفاض في الربع الأول من هذا العام في المبيعات قرابة 75%، 74% وكسور. المبادرة لم تحقق ما كنا نتمناه، عايزين نزود مدتها لأنه التعديلات التي طرأت على المبادرة وكانت تعديلات جيدة، الحقيقة أنها جاءت متأخرة، ادت مدة شهرين فقط في أوقات اقتصادية صعبة وأزمة دولار وغيره. دول ثلاث حاجات أساسية. خلينا بقى نتكلم عن، عايز أسأل على قطع الغيار باشمهندس خالد، ايه وضع قطع الغيار؟ عشان هقول لك انا لما عندي مشكله، يعني لو المرايه اتكسرت بقول يعني بقعد اقول يا دي مصيبه. إيه انا مش مشكلتي المرايه، مش قصه المرايه بكام، هي طبعا برقم، ولكن كمان مش هلاقيها، ممكن اقعد 3 4 اشهر. مشكله مش المرايه، مشكله فرده الكاوتش اللي حضرتك هتمشي عليها. ده فرده الكاوتش الاهم، يعني الاهم بقت خزعبليه. ده لو موجوده هي دي المشكله. ما حضرتك هو مشكله استيراد المكونات قطع الغيار بتلاقي مشكله، ما هي برضك هي نفس مشكله الاعتمادات ونفس مشكله التحولات. ايوه بس ما فيش اولويه لقطع الغيار. ما الاولويه برضك، في اولويه، مش هنقول مش زي العربيات بس النسب بتاعتها قليله، يعني مش بنفس القيم اللي ممكن تتفتح لعربيات كامله الصنع، ونفس القيم اللي هي بتتفتح لمكونات انتاج. قطع اتفتحت باب شويه بس طبعا مش نفس القيمه او مش نفس الكميه اللي مطلوب السوق المصري محتاجها، لا الكميه قليله جدا مش مكفيه، وده بيؤدي الى دخول بعض المصانع اللي تحت السلم اللي بتطلع نتائج سيئه وقطع غيار لا تصلح للعمل. كلمني عن كاوتش العربيات عشان دي ازمه كبيره. دي ازمه كبيره جدا، لان انت عند حضرتك دي مشكله، ان احنا النهارده لما فكرنا الواحد لما عجله تبوظ منه بيبقى كارثه، لانه فعلا بيلف جمهوريه مصر العربيه كلها على عجله لو من نوع معين. ده حضرتك دلوقتي اصبحت مشكله ان الاسعار غير انها مغاله فيها، ان المنتج مش موجود، لان طبعا الاستيراد ومفيش مصنع في مصر بيصنع كاوتش لكل الاحتياجات. يعني ان كان في بعض المصانع اللي قالت واعلنت انها تشتغل، لكن احنا لغايه دلوقتي مشكلتنا عدم وفره المصانع المحليه لصناعه الكاوتش لاحتياج السوق المحلي. احنا لابد ناخد بالنا ان احنا عندنا مشكله،
ولابد من حلول. ونتمنى بقى ان لو فتحت الابواب لدخول الدولار من خارج الجهاز المصرفي واستخدامه من خارج الجهاز المصرفي ان هو يدخل الدولار يا جماعه، ما هو اصل القفله دي صعبه، والقفله دي مخليه في سوق سوداء نشطه جدا بره الدولار، فرق عن السعر العادي حوالي 10 جنيه. التخوف من التعامل على الدولار ادى الى مشكله في ان الدولار عالي، لكن احنا النهارده عشان عدم السماح بان نتعامل على الدولار ادى لان الناس مش لاقيه دولار. طيب مستشار اسامه، ارجع تاني لاسعار السيارات. الزبون المتوسط، الزبون اللي هو متوسط اللي كان بيشتري عربيه من 200 ل 500 الف جنيه كمان، اعتقد ان ده تقييمكم للزبون المتوسط، ده حصل له ايه؟ ده في كارثه، في ازمه حقيقيه يعني. واعتقد ان ده السبب اللي رواج شديد جدا في سوق السيارات المستعمله. وكمان عايز اقول لحضرتك ان اللي ساعد في الازمه وجود ظاهره جديده وهو المستهلك التاجر. يعني المستهلك إيه؟ اللي بيروح يحجز عربيه واثنين وثلاثه في التوكيل ده في التوكيل ده في التوكيل ده، وبعد كده يخرجها يبيعها بزياده 300,000 400,000. وده اللي بيشتكي برضه، ده اللي بيصرخ، انت سبب رئيسي في صناعه هذه الازمه، انت لا بتدفع ضرائب ولا بتدفع رسوم ولا بشغل موظفين ولا بتدفع ايجارات ولا اعلانات، وبتكسب 300 400,000 جنيه، ويا ريتك بتدفع موارد ويا ريتك بتدفع للدوله حاجه، انت ما بتدفعش للدوله اي حاجه، احنا عندنا مشكله حقيقيه. لو بنتكلم عن التصنيع ولو انتظرنا التصنيع، العربيه اللي انا بقول لحضرتك من 250,000 وصلت 860,000 ومليون، لا هتوصل 2 مليون لو انتظرنا استراتيجيه صناعه السيارات. بالكو كام سنه خالد بيه في استراتيجيه داخلين على 10 سنين يا فندم عشان نعمل استراتيجيه. طب لما احنا هنقعد 10 سنين نعمل استراتيجيه، امال هنصنع في كام سنه؟ المغرب داخل على مليون عربيه ماشي النهارده. في دول ممكن اسال سؤال على موضوع المغرب، أقول ماذا يفعل المغرب؟ هل عندكم معلومات؟ انا عندي انا عامل. طب نسمع الناس بس، هل عندك معلومات المغرب بتعمل ايه؟ وهرجع اسمع حضرتك. في اتفاقيه بيننا وبين المغرب، اتفاقيه شراكه بيننا وبين المغرب اللي هي المغرب وصلت كده ازاي؟ ده سؤالها. المغرب يعني في، انا بتكلم بخصوص السيارات، ففي اتفاقيه بيننا وبين المغرب، فبرضه في تخفيض في الضريبه الجمركيه على السيارات. لا، حته موضوع المغرب وصلت كده ازاي؟ المغرب وصلت كده لان طبعا الدوله نفسها تدخلت في هذه الصناعه. يعني بمعنى ان هي سهلت على المستثمر ان تدي له ارض موفقه بدون اي تكاليف عشان يبدا صناعه. دي جزء. ثاني حاجه اجلت له الضرايب والجمارك على الصناعه. ثلاثه ساهمت في ترويج المنتجات سواء داخليا او خارجيا. أربعة ادت فرصة ان الناس العمالة وان الناس تاخد خبرة عشان تستفيد وتفيد. فالنهاردة لما الدولة تدخلت بنفسها في صورة الدولة في ان هي مش تمويل ولا تمويل، هي ساهمت تسهيل الاجراءات. طيب مستشار اسامة، اقول لحضرتك التجربة المغربية هي وصلت للي وصلته ازاي وداخلة على مليون عربية ليه. واحد، هي ما خفضتش الضرايب، هي لغت الضرايب لمدة 25 سنة. واحدة، وفرت بنية تحتية، أول عربية بدت بيها كانت العربية اللوجن، العربية من أصل فرنسي. جابوا يعني القرار، دايما تصنيع السيارة هو قرار سياسي، هو قرار دولة. جابوا النهاردة الشركة الفرنسية، إيه شروطكم؟ وفروا لهم ضرائب، شالوا الضرائب، بنية تحتية، كل اللي يطلبوه، أي شيء يطلبوه، 10 طلبات كانوا طالبينه، وكان المغرب لهم شرط واحد مقابل العشر شروط. وهو ولا هو ان اي عربيه رينو لوجان تطلع من المغرب، تطلع من المغرب، ما تطلعش من اي مكان تاني في المغرب. عشان كده السنه اللي قبل اللي فاتت لما من الرينو لوجان بس كان في 383,000 عربيه، كان في 363,000 عربيه للتصدير الخارجي و20,000 عربيه للاستهلاك المحلي. اكتر ثلاث دول استوردوا كانت اول دوله هي فرنسا البلد الام. وفرت المغرب النهارده بتصدر 11 مليار دولار. لو احنا النهارده ركزنا في ملف التصدير، ما انتظرناش 10 سنين عشان نعمل استراتيجيه سيارات، ما كانش عندك النهارده مشكله في الدولار. انتوا بتقعدوا في قصه تصنيع السيارات، هل استراتيجيه تصنيع السيارات فيها هذه التسهيلات؟ بصي طبعا الاستراتيجيه الجديده اللي اسامه بيقول عليها دي، احنا طبعا بقى لنا 10 سنين بنتناقش في الاشتراطات. 10 سنين يا دوبك. واكتر من 10 سنين، اكتر وصلنا اكتر. ده في حاجات كانت بتدرس من 1986. المشكله كلها حضرتك ان هي كان دايما بتبص على حته واحده، انت هتصنع وتصدر وتصنع وتكمل كام عربيه، وبعض الشركات هتشتغل وبعض المصانع هتشتغل والمصانع الاخرى لا. الاستراتيجيه الجديده لا، ساعدت على ان هي ساهمت على ان اي حد يقدر يصنع، بس بتختلف الحوافز التشجيعيه. النهارده لو انا قدرت اطلع من 45 ل 60%
كل واحد حسب امكانياته، واحد يطلع ب 60% من مكون الانتاج، نسبه التصنيع مكونات الانتاج. انا النهارده لو قدرت اعلى من 45 ل 60% هاخد حوافز تشجيعيه، وكل واحد حسب نسبته. لو قدرت اصدى عربيات هاخد حوافز تشجيعيه، صنعت عربيه كهربائيه هاخد حوافز تشجيعيه، زودت استثمارات هاخد حوافز تشجيعيه، وكل واحد يعني حسب. هو كده يفضل انك حوافز تشجيعيه تبقى كروس ذا بورد كده لكل فانق فالدنيا. في حوافز تشجيعيه بتديها الدوله بتدعم الصدر سواء في التصدير، عايزين نعمل الصدر نفسه عشان نعرف الصدر، بتدي نسبة صدر حوالي 8% على الصادرات سواء بضايع او بضايع او سيارات. وقتنا بيخلص استاذ احمد ابو بكر، يعني بعد ما شفت المبادرة كيف تنظر الى هذه المبادرة، تتمنى ايه؟ والله اتمنى زيادة المهلة تاني، لان ده يعني بدأت في الفترة الاخيرة دي الاقبال بقى غير عادي على المبادرة بعد التعديلات الاخيرة، وانا بشوف يا اما تزيد المده تاني يا اما نكرر قانون المبادره ده تاني. يعني نعمله قانون اخر بعد الفتره تاني. لو عملنا قانون تاني هنقعد نفصله ونظبطه ونعدله، هيبقى بالتعديلات، هيبقى قانون بالتعديلات يبقى جاهز. ده حلا برضو للموقف، وهيدخل برضو عمله صعبه، وهيفيد المصريين بره وهيفيد البلد. طيب مستشار اسامه، بالنسبه للمبادره انا بتمنى طلبين. فاضل اسبوع، احنا مش عارفين هيحصل امتداد ليها ولا لا، فمن فضلكم ذللوا الصعوبات اللي في المنصه، لان المنصه وصعوبه الاجراءات اللي عليها مطير 20 ل 30% من نجاح هذه المبادره. الناس بقى لها 10 15 يوم مقبلة اقبال مش طبيعي، وانا بقول لحضرتك اهو من النهارده هو بس بسبب الضغط، لكن اي لا مشكله بتتحل. يعني انت معاك اسبوع كمان، فعل كل الخطوط الساخنه اللي في الدنيا عشان فعلا نستفيد من المبادره دي، لان احنا محتاجين كل ضرر في هذه المبادره. رقم 2، يجوز ان احنا يتم عقد جلسة طارئة في مجلس النواب ومد هذه المبادرة شهرين 4 شهور 6 شهور ما تيسر، لان احنا فعلا محتاجين ده بالنسبة لجزئية المبادرة. بالنسبة لجزئية الوضع الحالي، ارجوكم قطاع السيارات ده في 3 في صناعة السيارات تطلع بشكلها اول اخره، فعلا في مشكلة حقيقية المستهلك بينقوا، ولو ما اتفتحش 2022 وسمحتم باستيراده العربية كمان اللي احنا 250 بقت بمليون، ممكن تبقى بمليون ونص و2 مليون. المستهلك بنصح يا فندم من منبري، تنصح الناس الاول، الناس مضطر بس يشتري عربيه. انا من 2019 ليا كلمه شهيره بقول اللي عايز محتاج عربيه فعلا اشتريها امبارح مش النهارده، واللي ما اشتراش في 19 وسمع لحملات المقاطعه ندم، واللي ما اشتراش 20 ندم، واللي اشتراش 21 ندم، واللي ما اشتراش اول السنه دي ندم، واللي ما اشتراش امبارح ندم، واللي ما اشتراش دلوقتي هيندم. والله يا فندم اسمعي كلامي، اللي محتاج عربيه، بس انا عايز اقوله كمان اللي محتاج عربيه اشتريها. التمويل الاستهلاكي الحقيقه زايد، يعني لو التقسيط، يعني التمويل الاستهلاكي رقم 1، الادوات الكهربائيه رقم 2، السيارات. فممكن برضو التقسيط سواء مع الاجنس او مع مع الوكيل او مع التاجر او التقسيط عن طريق التمويل الاستهلاكي، لان مفيش حاجه بره بتقول ان هينخفض اسعار السيارات لنهايه 2023، بل بالعكس اقول لك على حاجه برضو، احنا دايما بنقول نقص الخطر قبل ما تحصل المشكله. طيب. انت متخيله ده حاصل بسبب روسيا واوكرانيا، متخيله لو حصل مشكله ما بين الصين وتايوان ممكن اللي يحصل؟ كلمه اخيره ارجو الاهتمام بتعديل قرار دخول سيارات زيرو 2022. ارجو لو احنا سمحنا النهارده بالسيارات المستعمله 3 سنين بس هيبقى في ازمه، لو زودت المعروض الطلب هيقل. طيب. احنا بس لازم نبحث حاجه مهمه قوي، احنا النهارده عندنا لجنة عليا، لازم حلول. الحلول دي ايه؟ ما احنا الكل بنقول النهارده دي عندنا مشاكل بس لازم حلول. احنا عندنا لجنة عليا برئاسة رئيس الوزراء، نقدر نقعد ونقدر نسمع بعض ونقدر نحط المشاكل اللي على الترابيزه ونقدر نحط كل الامور اللي تنجح اي مشاريع. المشاريع قطاع الصناعه ده او قطاع السيارات قطاع مهم جدا، يعتبر ثالث قطاع دخل قومي للدوله او رابع دخل قومي للدوله. فالنهارده لو احنا قدرنا نقعد ونحط المشاكل، لازم نسمع بعض، لازم يبقى في حوار وطني، لازم نسمع ونحط الحلول اللي تقدر تساعد وتساهم في تطوير. اهم حاجه الصناعه، ثاني حاجه للتصدير، ثالث حاجه نقدر نفتح لبعضنا زي موضوع المغتربين. لو احنا قدرنا نعمل هذه الامور اعتقد ان احنا نوصل لبر الامان في هذا القطاع. أنا بشكركم شكرا جزيلا. كل المصريين في الخارج اللي ما سجلش واللي محتاج ينزل عربية قدامكم أسبوع، نتمنى إن احنا نقدر إن احنا يعني نزود هذه المبادرة لمدة شهرين كمان، لكن وزير المالية كان بيقول خلاص ومش هيتم المد، لكن نتمنى إنها تزيد لمدة شهرين كمان، هيفرقوا جدا بالذات في شهر 6 وشهر 7، دول مهمين بالنسبة للمصريين في الخارج. ما جابتش الأرقام اللي احنا كنا متوقعينها، الحياة تعثرت لأنه المبادرة يعني
حصل فيها إعاقات مستمرة لحد ما وصلنا للشكل يعني قرب الأمثل بالنسبة للمصريين في الخارج، ولكن التوقيت وهنا ده اللي أنا قلته في بداية الحلقة، كل تأخير بندفع ثمنه، كل تأخير في اتخاذ قرار اقتصادي بندفع ثمنه، بندفع ثمنه من الثقة، بندفع ثمنه من الإقبال على المبادرات، بندفع ثمنه في الدولار، بندفع ثمنه. أما بالنسبة للمستهلك فالهين الأسعار صعبة جدا، يعني أنا مش قادرة أقول للمستهلك حاجة غير أن الأسعار فعلا غالية فوق طاقة الناس، فما أعرفش بقى الناس اللي مضطرة بس تشتري عربية اللي تشتري، لكن غير كده حايل عربيتك وصلحها، المهم تلاقي قطع غيار. بشكركم شكرا جزيلا، نتقابل بكرة بإذن الله، وهذه لميس الحديد تحييكم، تصبحوا على خير.